نشوف اللي بعده. الناس اللي ضربين انا زعلت، قلت له بلاش ترجع لها عشان هي يعني عذبتك قبل كده، جابت له بلطجيه قبل كده بقت تولع في السيجاره، تولعها وتحرق جسمه. طب الاسباب ليه؟ ايه اللي من غير اسباب؟ كان بيحبها يا فندم، يعني عايش معاها. لا طبعا عشان بنت. ايه يعني مش فاهمه، بطفي السيجاره في جسمه زي اللي كنا بنشوفه في افلام زمان وحاجات خياليه ما بتحصلش. ومين ممكن زوجه تطفي سيجاره في جسم جوزها وانها يعني تعذبه وحتى الموت؟ وانا بستنكر ده ليه. اقول لك على حاجه، هذه السيده اللي ربنا يكرمها، السيده المحترمه اللي لسه معرفت بيها قريب جدا، الست دي غيرانه على حلمي اكتر. في ناس الست دي وناس كتيرة صديقة ليه بتقول غيرانة على حلمي أكتر من ناس قريبة من حلم بكر، وده أمر جايب لي جنان. هي اتخانقت مع أرمان طويمة وكانوا يضربوا بعض. بص يا بسمة، أنا وقفت في العزا في الجنازة، أنا جنازة دفنة والعزا، تعمدت ألا أكون موجود في أي حاجة بتحصل. أنا وقفت أدي دوري لأبويا كنت وصاحبي. كاتم غضبك من إيه؟ أني غضب من أي نوع؟ كل حاجة حواليك، من اللي كان بيحصل مثلاً لحبيبك، من إنك أنت ما عرفتش تعمل له حاجة، من تصرفات كنت بتعرفها ومش قادر تعمل حاجة برضو لأنه كان بيرجع تاني، من ابنه اللي أنت طلبت منه وخذلك، من الخبر اللي جالك إنه فعلاً ما خذلش. هو السرعة بس انزل، قال إن هو عنده شغل وشركات وبتاع، عشان برضه أكون أونست في ردودي إن أنا عندي شغل. فقلت له إلحق واضح. من الناس اللي كانت بتتصور وتضحك في العزاء عادي، دي بقى قصه تانية. لكن هو انا عايز افهم كله. طيب ما انت امشي معايا ستيب باي ستيب، لان هو موضوع شائك جدا، موضوع صعب جدا، بس اتكلم ستيب باي ستيب. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو ما خزنيش ولا حاجه، هو نزل متاخر على ابوه، ما خزنيش انا. هو ما خزنيش انا، خزل ابوه ما اعرفش. هو في النهايه هو ابوه، حتى لو كانت المسافات بعدتهم بالخمسين سنه بالاربعين سنه، هو ابوه. أنا مهما بكيت على الأستاذ حلمي، مش المفروض لحزن ولا أبكي قد إخواته قد ابنه، عشان نتكلم دغري. بس أنا مش عارف ليه أنا حزين أكتر. الفيديوهات اللي كانت بتنزل فترة ما هو كلمني كانت فيديوهات قاتلة. بسمة إحنا في حياة وإحنا ما إحناش عبط، إحنا ناس كبيرة وفاهمة. الفيديوهات اللي كانت بتنزل كانت بتقول الراجل ده خلاص بيموت، ايا كان بقى، بيموت بالترك، بيموت بالبطيء، بيموت من المرض، بيموت من الشيخوخه، كل العبارات باينه ان حلمي بينتهي. للي ما بيعرفش يشوف حلمي، فتعالى كان كل بس طلبي تعالى بدري نلحق نحاول. هو قدر الله هينفذ بس اخد شرف المحاوله بس. فاليوم اللي قال هاجي فيه ده اللي انا قايله قبلها بثلاث ايام، اوعى تفرحوا لاي حد، يا ناديه يا استاذ مرتضى يا اوعى تفرحوا ان حلم بكر يتقال انه داخل مستشفى قبل ما هشام ابنه يكون هنا، ونكون رايحين نقلينه حته. اقول لك والله لا اخرجك، بس انا اسف مش هقدر اديها لكم، الواتس موجود عندي بالجروب، والله لو اوريها لك، والله لو اوريها لك قبل الوفاة بثلاث ايام. انت صادق في كل حاجة يعني، والله لو اوريها لك. طيب كنت قاعد يعني زعلان في العزا مش موجود ليه زي ما انت بتقول؟ ايه اللي شفته في العزا خلاك انك انت تبقى مش عايز يعني عايش مع روحك، مش عايز تبص يعني عشان لا تصاب بالصدمة اكتر من كده؟ بلاش تدوسي عليا يا بسمة، يعني بلاش تدوسي عليا. شغلي انا بعمل شغلي. لا بلاش تدوس كده بالشكل ده، يعني عشان ده يدخلني في حاجات مش بتاعتي خالص. من فضلك كام؟ انا شفت حاجه كتير ما عجبتنيش في العزا، بس نقطه. هو ايه اللي ممكن تشوفه في العزا ما عجبكش؟ انا شفت حاجات ناس قاعده وبتعزي. هو ده سر؟ هو العزا ده سر؟ انت بتعلن سر يعني؟ ما العزا ده كان كل العالم كان موجود فيه. وبعدين يعني بادي جاردات مثلا ضايقتك؟ لا حد خلاص يا بسمة، اقول لك خلاص. اصل خلي بالك، طب ابن اللي راح الاستاذ الكبير حلمي بكر كان نازل بجردات،
مين جاب له الجردل دول؟ مش عارف مين مفهمه ايه ومين اللي قال له يعمل كده؟ انا مش مين فاهم. مين اشار عليه الشوره دي؟ انا مش فاهم. خلي بالك جاب الجردات عشان تحميه من مين؟ خلي بالك احنا هنقول حاجه. وحماتي من مين؟ ما هو كان واخد البنت في ايده. وما هو احنا هنحميك من مين لما انت نازل على انك تغتصب بسمه؟ في دايره مفقوده في النص. ده مش دايره، ده في صواني وفي حلل وفي ترابيزات مفقوده في النص. انت نازل تغتصب بسمه، فلقيناك في منتهى الدبلوماسيه والرومانسيه مع في الامور كلها. انا شفت كده يا جماعه، انا شفت كده. يا جماعه انا شفت كده. انا مش هكذب. وده موقف يخلينا كلنا نصدم بصراحه. يعني انت زيي بالامانه؟ الله، انت صدمتي. مش انا بني ادم زيك؟ يعني انت حاسه انا عارف اقول ايه؟ انا ما قعدتش على الترابيزه دي وقعد معايا الاستاذ حلمي بكر وفي احدى الفواصل بكى، او في احدى الحوارات بكى وطلعنا فاصل وقال لي اللي انت بتقوله. طيب يعني حضرتك شفتي والراي العام كله شاف. انا وعدتك انت بتقولي لي قول الصراحه، قلت لك دي مصيبتي، بس قلت لك من فضلك في صراحه هيبقى لها هتبقى لها بين قوسين، هيبقى لها بين قوسين. طيب. انا ما يعني انت انا يعني ما تعرفش مين اللي جاب له الجردات؟ هو يعني هو عيب ان انت تقول مين؟ وحياه ابني ما اعرف. انا مش بكذب عليك، انا ما اعرفش. طب ايه احنا كده كده في العزاء وضايقك وخلاك تخرج يعني انا احدى الصحفيين وصحفيين كتير قالوا انك كنت خارج بتعيط ودخلت عربيتك وانت بتعيط ليه؟ تعيط من ايه؟ حد زعلك جوه؟ حد اهانك؟ حد شاب هنا. طب خلاص ما تقول ليه؟ وروحت كملت في بيتي بكره من وضع انا شفته. كل حد اولى بلحمه زي بالبلدي كده زي ما بيقولوها، وكل واحد يغير على اللي منه. لا بس ده شخصية يا عم استاذ حلمي، ده يعني راجل لينا كلنا فيه. يعني انا وانت نفضل بالحزن ده والناس واحده زي المدام ليلى دي والناس كلها غيرانه والناس كلها على الاقل بلا اتهام لحد، بلا اي اتهام لحد، بس ابحثوا عن الحقيقه.